خلايا تتميز بالعدائية، لها القدرة على غزو الأنسجة المجاورة وتدميرها أو الانتقال إلى أنسجة بعيدة. تنمو وتنتشر بشكل لا يمكن التحكم فيه. هذا هو تعريف السرطان بكل أنواعه، بما في ذلك سرطان الشعوب. الإخوان، بدأ الإخوان في عمليات التمكين من خلال التغلغل في قطاعات الطلاب والعمال والمهنيين ورجال الأعمال ومؤسسات الدولة، حيث أنهم اعتمدوا على أن الانتشار يعقد من مواجهة الدولة لهم، فهم بخلاف نشأتهم المشوهة يملكون في كل دولة يحاولون التغلغل فيها سيناريوهين لا ثالث لهما، وهما الاستضعاف والتمكين. ففي عام 1991 بدأ الإخوان بوضع خطة سياسية للتمكين. وقعت هذه الخطة في يد الأجهزة الأمنية المصرية عام 1992 ضمن مضبوطات القضية المعروفة إعلامياً سلسبيل، وهي الشركة التي أسسها الشاطر وحسن مالك، وكانت تمثل ذراعاً اقتصادياً لنشاط الإخوان. الشركة في السجن بكافة عناصرها ومديريها وموظفوها الذين قد بلغوا 43 موظف منتظر. الاحتواء والتعايش والتحييد، كانت تلك هي الثلاث كلمات الأهم في وثيقة التمكين. الاحتواء من خلال أجهزة الدولة لتحقيق أهداف الجماعة، التعايش عن طريق محاولة الاندماج الظاهري مع الواقع المحيط والتأثير فيه، وأخطرهم التحييد، وهي محاولة إشعار النظام بأن الجماعة لا تمثل خطراً على الدولة. وهذا اتضح في التنسيق ما بين الجماعة والحزب الوطني في انتخابات مجلس النواب قبل يناير 2011، وفي مدح الإخوان لحكم مبارك بعد أن أفرج عن كل من في السجون فور توليه الحكم. هذا كما جاء في كتاب ذكريات لا مذكرات لمرشد الإخوان عمر التلمساني. إن خطة التمكين التي بدأت منذ التسعينيات جاء معها منشور فتح مصر الذي تم توزيعه على المكاتب الإدارية، ويقوم هذا المنشور على محورين. المحور الأول كان في الجانب النظري، وهو تحول الجماعة من السرية إلى العلنية عن طريق حضور إعلامي قوي، حيث سعى الإخوان بشتى السبل في الظهور الإعلامي في مختلف المنصات المقروءة والمرئية. أما المحور الثاني كان في الجانب الحركي، وهو تقديم الجماعة على أنها التيار الإسلامي الوحيد، وذلك لتحقق الانفراد بساحة الإسلام السياسي، وهذا أيضاً تحقق عن طريق شعار الإسلام هو الحل الذي رفعته الجماعة. وليس من المصادفة أن تشهد تسعينيات القرن الماضي على خطة تمكين الإخوان وطرح سامويل هانتينغتون عن صراع الحضارات القادم القائم على الاختلافات الثقافية وليس الدول القومية. وركز هانتينغتون على الإسلام وقال أن حدوده ومناطقه الداخلية دموية، واستشهد على الصراعات القاتلة في السودان وجنوبه والهند وباكستان، كما استشهد بغزو العراق للكويت والخطاب الشعبوي الذي استخدمه صدام حسين، وكيف كانت جماعات الإسلام السياسي تعارض التحالف الدولي واعتبرته تحالف دولي ضد الإسلام. كما أن التسعينيات شهدت بداية تواجد قوى للإخوان في أمريكا، حيث أسست الجماعة الجمعية الإسلامية الأمريكية عام 1993 وضمت نحو 1000 عضو عامل، كما شهدت بدء علاقة هيلاري كلينتون بالإخوان المسلمين، فهي التي أعادت تقليد إقامة مأدوبة إفطار للمسلمين في البيت الأبيض يحضرها زعماء الجالية الإسلامية بأمريكا والذين كانوا ينتمون للجماعة. هذا بالإضافة إلى توسع التعاون الأمريكي الإخواني لتنفيذ مخططات الشرق الأوسط الجديد والذي بدأه جورج بوش منذ عام 2003، ويعد أساس هذا المخطط هو وصول الإخوان المسلمين للحكم بعد إزاحة الأنظمة الحاكمة. Is the United States talking to terrorists? Today, Secretary of State Hillary Clinton confirmed the US is in talks with the Muslim Brotherhood despite its ties to Hamas. واستندت تجربة الإخوان في الحكم على أهل الثقة وليس أهل الخبرة،
فعلى سبيل المثال نجد في حكومتهم أن منصب وزير الاستثمار يتقلده يحيى حامد مدير مبيعات بإحدى شركات الاتصالات، ذلك لمجرد أنه أحد رجال خيرة الشاطر، أو وزير إعلام الإخوان صلاح عبد المقصود الذي أصدر تصريحات غير لائقة أخلاقياً بحق صحفية شابة تسأله عن حرية التعبير. خلاص بقى تعالي وأنا أوريكي زي ما قالت زميلتك، أوريكي فين التطوير وفين المضمون. ولا يمكن أن ننسى وزير الثقافة الإخواني علاء عبد العزيز الذي أقال قيادات وزارة الثقافة فور توليه، مما أغضب فناني ومثقفي مصر. وكل ما سبق كان سيناريو التمكين الذي طبقه الإخوان بالتعاون مع التنظيم الدولي وجهات ودول أجنبية. كان في محاولة لوضع ما يسمى بالمبادئ فوق الدستورية، نزلنا بمليونيتين في الشارع بسبب هذا الموقف باستمرار. إحنا لنا وجود قوي في الشارع المصري، لنا تواجد في جميع أنشطة مصر، وموجودين في كل مجالات مصر وشرائح مصر، من عمال وفلاحين وطلاب وأطفال وزهرات وأشبال. وبعد أن استشعر الشعب عدم كفاءة هذه الجماعة وعدم قدرتها على إدارة دولة بحجم مصر، قام الشعب بثورة شعبية لا زالت تذكرها شوارع مصر وتتردد أصداء هتافاتها، فأطاحت بهم في 30 يونيو عام 2013. لكي يبدأ الإخوان بعد ذلك في سيناريو الاستضعاف، وذلك باستخدام تكنيكات متنوعة كالاستعانة بأذرع مسلحة مثل حركة حسم ولواء الثورة وغيرهم، هذا بجانب من فتحوا لهم الحدود من تنظيمات إرهابية وجماعات مسلحة تمت زراعتهم في سيناء، مع ممارسة العادة الإخوانية التاريخية في التنصل من هذه الأذرع اقتداءً بحسن البنا الذي أنشأ جناحاً عسكرياً ثم تبرأ منهم وقال ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين. ومن تكنيكات سيناريو الاستضعاف أيضاً هو الاعتماد على المنظمات الحقوقية الممولة من دول ترعى الإرهاب بشكل عام، مثل Human Rights Watch والائتلاف العالمي للحقوق والحريات والمصريين في الخارج من أجل الديمقراطية. أكدت منظمة Human Rights Watch أن تصنيف الحكومة الأمريكية لجماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية سيؤدي إلى مساواتها خطأً بجماعات متطرفة عنيفة. أما التكنيك الثالث والأهم في سيناريو الاستضعاف هو الإعلام الذي لزم الإخوان منذ نشأتهم واهتموا به، فنشروا من خلاله رسائلهم والصور الذهنية التي يريدون غرسها، فكانوا أول من استخدم الصحف الورقية قبل ثورة 52، وأول من استخدم مواقع التواصل الاجتماعي في السياسة قبل يناير 2011. وكان العمل الإعلامي يتسم بمراحل بدأت مع إصدارهم صحفاً لهم، ثم محاولات استقطاب بعض الكتاب والصحفيين لاختراق وسائل الإعلام كاختراقها الأحزاب السياسية مثل تحالفهم مع الوفد في انتخابات 1987، ثم اختراق حزب العمل بزعامة إبراهيم شكري وتعاونهم مع 6 إبريل في الخفاء الذي ظهر بعد 25 من يناير عام 2011. ثم المرحلة الأهم التي لا زالوا يعتمدون عليها وهي السوشيال ميديا، فمن الدعم المستمر لصفحة خالد سعيد مروراً بإنشاء صفحات كوميدية لبث رسائلهم، وصولاً لاستغلال أي حدث وتأويله لصالحهم وترويج الإشاعات والأكاذيب. ومع كل ذلك فقد فشل الإعلام الإخواني بعد 25 من يناير نتيجة لعدم امتلاكهم القدرة على التأثير الحقيقي وانعدام قدراتهم الإبداعية. كل بيشتكي من المحاورين اللي كانوا بيحاوروا الرئيس بالأمس، ده قلة أدب وسفالة يا راجل. لا دي غير وإن زنينة واحدة متبرجة كانوا يقعد بأمرها متبرجة ليه؟ يا شيخ هتقولي راجل. أقسم بالله لو أتى لي إنسان بتصريح أو فيديو أنا كفرت حد على شاشة قناة الناس، أقسم بالله لترك الإعلام. وظهر ذلك جلياً في قناة مصر 25 التي لم تستطع جذب أي مشاهدين خارج الدائرة الإخوانية،
شأنها شأن القنوات التي يبثونها من تركيا لنشر الأكاذيب واختلاق القصص. وعند الحديث عن الإعلام كأحد أدوات الإخوان، فمن الجدير بالذكر امتلاكهم العديد من الشبكات والمنظمات في بريطانيا، مثل شركة ميدل إيست آي الإعلامية التي تأسست على يد جوناثان باول المسؤول التنفيذي في قناة الجزيرة ومستشار العائلة الحاكمة في قطر، وشركة الخدمات الإعلامية العالمية التي يتولى إدارتها إبراهيم منير أحد أهم أعضاء التنظيم الدولي للإخوان، والذي يشغل منصب نائب مرشد الجماعة حالياً، والذي سبق وأن منحته بريطانيا حق اللجوء السياسي إليها بعد أن أفرجت عنه الحكومة المصرية عام 1975 بعد أن كان من المشتركين في محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر عام 1954. ومؤسسة ميدل إيست مونيتور والتي يرأس تحرير موقعها الإلكتروني إبراهيم هيوت رئيس مجلس إدارة جمعية إنتربول المصنفة كمنظمة إرهابية داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ويعمل مستشاراً لهذه المؤسسة طارق رمضان حفيد حسن البنا والمتهم في قضايا تحرش جنسية. ولعل كل هذه المنظمات والمؤسسات الإعلامية دليلاً كافياً على البيئة الآمنة التي يجدها الإخوان في بريطانيا لدعم مخططاتهم، فلا عجب من أن يكون هذا الكيان الخبيث سرطاناً ينال من وحدة الشعوب، فهو شيطاني الغرس مشوه النشأة تتناقله القوات المعادية للدول فيما بينها، لأنه كيان اقتات على كل الموائد، كيان رفض الوطن في كل ممارساته وعاد الإنسانية وخالف الفطرة البشرية.